السلام عليكم، معكم سلطان. اليوم التحدي غير، اليوم التحدي مع المتابعين، وقررنا نلف 5 مطاعم، وفي كل مطعم نروح هنقول في سناب وانستغرام انه احنا في هذا المطعم، واول واحد حيوصل حياخد مننا ايفون. حيدخل معنا حيعيش الجو في المطعم اولا اكيد. إيه؟ يعني حيخش ويعيش اكيد، وما نسيناكم انتم. اول مطعم، اول شخص، عرف عن نفسك. اياد مسعود. متى انت نفسك تطلع في القناه؟ من زمان. ساره تحب الاكل؟ اكيد. شباعه هنا في 4 اطباق، انا عارف ما هي كميه كبيره، بس لا تنسوا انه في 5 مطاعم، يعني انا هعدي 10,000 سعره، بس حاليا هو عنده وافل فلافل، انا عندي بانكيك بانانا وخويفوس انشيلادا، وانا عندي بانكيك سوربري. لا مو ستروبر، راسبيري. كل واحد طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اتس طه مجتاي. لا علي صوت. ايش بتقول انت؟ اتس طه مجتاي. ايوه. طيب حتخش بيدك ولا بالشوكه والسكينه؟ يعني انت مبعد الصحن، انا ماني عارف انت خايف منه ولا ايش بالضبط. يعني جيعان. اتكلم ترى فرصتك. يلا قول. خذ راحتك يعني. بسم الله. خلينا نخش هنا. قول مواصفات فتاة احلامك. ليش تحب الاكل؟ الله 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 هي كلها طبقين، يعني ما ينفع أسوي شيرينج هذه المرة الصراحة. وي 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 أنا ما الله 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 واو الله يا أخي. أنا أكلت هنا قبل كده ونسيت الطعم. الله كيف؟ عجبك؟ والله يا جماعة الخير اختراع، يعني فكرة جديدة. وافل فلافل، هذا اللي دائما أنا أقوله، تخرج من بيتك عشان تدفع فلوس بشيء جديد. لا والله جيد، والله ما توقعت إنه يكون مع البيضة. أنت إيش بخايف من البيضة؟ تاكل صح الرجال ولا ايه؟ انت كيف انت؟ قول يا حبيبي، قول بالعافية. لا يعني يدخل معنا في الفيديو بس مو ده كله صح انت كمان. يا اخي اكل اكل طيب، بدوق بس يا اخي. انت ما انت قلت له بيض وتبي تروح. تفضل بالعافية بالعافية. ترى احنا الفين الفين والله، بس لسه جعانين في البداية، تعرف يعني لسه الطاقة. وي 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 والله سوالي البيضة. تعرف انا مرة قليل ادم، هو قال لي دوق، انا ما قلت له دوق دوق. طيب عندي انا هاخد لقمه كبيره عشان اساعدك شويه، شايفك تعاني. يا رب. شوف 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 تشرشر بتشرشر اللي شرشرت. بالعافيه. قلت له دوق. ضحك امنا تزق امنا والله. انا عازف. لا والله يدوب من عندي. دوق دوق بس شوف الفرق باللقمة. خلص له هم استحى. انا كنت عارف انه كده حيصير والله العظيم. واو. خلاص 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 هات. انا عارف زعت. خد خلاص انا عارفه، بس يقول واو. يلا كده خلصنا. دقيقة بس قبل ما دقيقة بسم الله. بس ده حيرش عليك. ها حيرشرش. طب روح سوي له هو كمان كده. ليش انا بس؟ اكبر اكبر. دوق دوق دوق. بس كده هو اللقمه. انا اللقمه. يلا كمل. ايش انت شغال من ورا فمك؟ يمكن يقرا في الرجال. خلاص كنت تقرا منه؟ يا ابوي اكل من شوكتك. قبل ما نروح المطعم اللي بعده،
زي ما وعدناكم في مفاجآت. أول مفاجأة، إيش تتوقع المفاجأة؟ مو عارف أي شيء. أنت نايم والله، أنت كصاحي. أي مفاجأة؟ ما كنت أدري في شيء. ألف مبروك. أشكر أشكر. مبروك يا أخي. يا أخي أنت كيف أنت؟ أنت كيف أنت؟ أنت جاي نايم لا هذه هدية مننا. طيب يلا مع بعض حنا. ملوك التصبيح. ايوه الله الله حبيبي يعطيك العافيه. كونجراتوليشن. المطعم اللي بعده. سلام. وصلنا تاني مطعم شيفس يا جماعة الخير، ومعانا الطيب أبو سلطان وسلطان ولده سوسو. ما شاء الله توسف عنا بعد تقول لي سوسو. لغيناها دي الهرجة صح؟ احنا كبار كده بس سوسو رقم اثنين مسوي رجيم اليوم. ما لا حياكل. لا حتاكل. حنا ملوك ايش؟ التزبيط. التزبيط فحتاكل عشان تاخذ الجائزة. ايه 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 بعدين بعدين. خلينا نبدأ بسحس برجر هنا، حنزود شوية كرز. واو ما انت فاهم غلط، فاتح الغطاء. ايوه فاتح الغطاء. انا احب الكرز كده لما يرشرش. مين حيجرب ده معاك؟ هذا ما اسمه، هذا اسمه الشرش. معاك 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 في كله. طب يبغالك ايش تسوي؟ ايوه تسحب من دي الناحية كده. فاهم تعال. ايوه ايوه شوف كيف؟ شفت الفن؟ خليها تصور شوية. يعني شوف في النص بالضبط. بالعافية. هذا لازم تحط عليه عسل لو سمحت. فين عسل؟ جيب كاتشب وعسل يا مدير. واو لا مرات واو اشتهر. واو هذا العسل يفوز. هذا بكل بساطة نفكه كده. واو نجيب العسل. الله يفوز. تفضل. انا ما اقدر امسك شيء دحين. ونجي هنا وناكله انا وسلطان بعيد عن كل شيء. لك كم تتابعنا يا ابو سلطان؟ من بدايه القناة اخر سنتين. ما شاء الله تبارك. عن طريق سلطان هو برضو انت هو اللي انت سنتين هو من ايام الخروف. يعني من يوم ما فتحت لا من ايام الخروف. أيوة. سنة ونص. سنة ونص هو الخروف. لولا دعمكم ولولا وقفتكم معنا ما كنا وصلنا الحقي. شكرا. استاهلوا كل شكرا خير ليكم. شكرا. ايش رايكم بهذه الحلقه انه كذا نشارك جديدة الاجواء جديده؟ حلوه حلوه احلى والله. جديدة ولا خليها جديدة. ولا خليها واحد انسان كذا اكره فطور اليوم معايا نشوف يجمل ولا لا. لا ما يجمل ما يجمل انا ما جملت هنا في النص ده. لسه باقي هذا. انا فرملت خلاص. ايش فرملت؟ اخر هديه جاب لك اياها متى؟ السنه اللي فاتت. و السنه اللي فاتت جاب لك ايش؟ هو اخر هديه تليفون. تليفون. ايش التليفون؟ ايش تليفونك؟ سامسونج نوت 8. انت بتحب السامسونج ولا الايفون؟ ايفون. ليه ما جبت له الايفون؟ على قد الحبك مد رجليك. اصلي عليك صح. طيب هتكمل ولا تديني ولا ايش؟ هذه لك تسوق امه. انا هاخذ العظمه وانت خذ اللحمه. قلنا كده ما حد يجمل معك. طيب بس واحدة عسل كمان. أبشر. بالنسبة للآيفون الله مبروك. لا 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 خلاص خلاص يستاهل يستاهل يستاهل. تبقى كبير ولا صغير؟ يستاهل يستاهل. الحجم الكبير ولا الصغير؟ الحجم الكبير ولا الصغير؟ تبقى دا ولا الصغير؟ أوه. لا يكلمني إذا جيب آيفون. جيب آيفون هدية النجاح والله تأخذه. والله يبدا. هذا الايفون ليه؟ انت تحب الكبير ولا الصغير؟ تحب الايفون الكبير ولا الصغير؟ كبير. خلاص يلا اسود مبروك. اتبوسه. شكرا. ايوه انت بس لا مو ترجع البيت بابا يفشخه منك. لا حق. لا سلطان عارف انه هو عمري حبيبي. حبيبي الله يخليك. صفقه للابوه يا شيخ صفقه.
المطعم اللي بعد ايش؟ انت ما تعرف تخلص شيء في عمرك يا اخي، ما تعرف تخلص شيء في عمرك. شوف المطعم اللي بعده. والان جينا المطعم الثالث يا جماعه الخير، اسماك ترى، ومعانا متابعنا الجميل الاخ محمد، هو اول الحاضرين هنا. جاهزين؟ بيكابو. جاهزين. ايش بيكابو؟ ايه بيكابو بديت بلزق. ما ينفع بيكابو. طيب يا جماعه الخير الصراحه شوفوا، نحن انا وسلطان حناكل في المرسى. محمد قال حياكل كل الاكل. جاهزين صح؟ يلا اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طهبش يا الله الله. يلا تفضل. تفرج علينا. لا تاكل. شهيني. ابغاك شهيني عشان اخش شارع. يا حتى. ما شهد اي احد. هات هات قرب 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 قرب. قرب شوف. ما بتتاكل مع رز. بشملك. بالعافية بالعافية. الله يستعمل. لا هو مطول شغله. مرة مطول. خلينا نخش انا في المرسى. الله. هذا تسوق امها. نبى الشعر السمكة تسوق امها. ودي اقول قصيدة في اخر مطعم. الهدف من هذه الحلقة يا جماعة الخير عشان تكونوا في الصورة، نعيشكم الجو اللي احنا قاعدين نعيشه بكل تفاصيله. كم ساعة لك معانا الان؟ صار لي تقريبا شي 3 ساعات او 4 ساعات. 3 ساعات. عشان نخلص بس هذه اللقطة من التصوير. صفق وايش جوا بسطو صفق صفق. بسطو أنا بسطو. لازم تعرف الله الله يديم. لازم تعرف انه شكرا لدعمكم والله. قوم قوم اديك بوسه. قوم. شوف 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 كيف بدي اكل الواحد. شوف حبيبي انا ابوسك وسحسي اكلك. شو معك جوال انت؟ ايفون 7. طب لو قلت لك بدي اياه تعطيني اياه؟ لو انا محتاج تليفون وبدي التليفون تعطيني اياه؟ يفضل. اعطيني اياه. لا شيل شريحتك وديني هو فكر. انا مو لك شو شريحه هذا تشيله يعني كده ده تويه ممكن بيطوه خالص. انا ما في مفصول. طب فكر لك باسورد. ما فيه 2 2 5 5 8. تفضل رقم جوالك. في المره انت متزوج؟ لا. خاطب؟ لا. تحب؟ لا. من جد اخده؟ اي والله. شكرا. بس الشريحة بس ايه؟ عسيري خرج الشريحة روح بيعه بسرعة وتعال شوف كم. من جد راح ابيعه. لا 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 سلطة بتمزح. لا لا بتمزح. لا 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 شو لا؟ ايه من جد؟ بس هداك حناخده خلاص نوفر شوية يعني. جيب جوال. جيب جوال حبيبي حبيبي. عدو جوال. ايش يقولوا؟ تكسر بالعافية. تكسر بالعافية. كمل أكل. يلا كمل. شكرا لك. يعطيك العافية. يعطيك العافية ونورنا. عن جد انتم ملوك التظبيط ما شاء الله. حبيب قلبي يعطيك العافيه. حنا ملوك التظبيط. الله عليك الله عليك. المطعم اللي بعده. المطعم اللي بعده. دقيقه دقيقه دقيقه. احد يقفل الكرة. لا لا هوبا كرفته بلته. اه
وصلنا المطعم الرابع يا جماعة الخير على السكة. الكبدة عنده نار تفوز. كبدة فيدس. ليه بدأت بدونك؟ والله جيعان. والله بالعافية عليك. أجبع. قلنا نص نص. زوج أمه رابع مطعم. عبا عبا عليك يا. أنا صراحة المعصوب هذا عجبني. أول مرة أشوف معصوب في إيش يسموه هذا؟ فخار على السكة. الله. واو. 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 الكبدة تفوز وفيها نص كيلو كبدة يا جماعة. واو. ليمون 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 بالله. انا لاحظت انك غيرت البلوزه كم مره اليوم يا بس ليه؟ ما بطري. معلومه يا جماعه الخير، في المطاعم على السكه يقول لك اذا ما في كبده في السوق ما يبيعوا كبده. طيب يا جماعه الخير عشان نكون واقعيين شويه، نحن بصراحه جونا اربع اشخاص في نفس الوقت، شكرا لكل الناس اللي جوا، ولكن هذول اربع جوا في نفس الوقت فما عرفنا مين ندخل معانا. عشان كده قررنا بما انه نحن قناه اكل فحنسوي تحدي سرعه في المعصوب. اول واحد يخلص المعصوب هياخد الجائزة. هياخد الجائزة. جاهزين؟ ابا صوت ايش الميوت ده. جاهزين؟ جاهزين. يلا تعالوا. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. ابا اسمعها بقوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ستارت. يلا. لا تفهم الموضوع طبعا. وانت تقولوا انا بشويش بشويش لا عاد يخش بالراحه. الجائزة بتيجي بس بالحبة حبة 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 حبة. انت بالذات حبة حبة. انا مراقب بين انت. ايه اللي واحد بياخد من ملعقة ما عارف ليش. خلص 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 خلص. دقيقة دقيقة. ناس. خلص. اشوف ما شاء الله. لا 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 لا. ها. فاز. تعال. والله هي يدك وسخة. يمين بالله هي يد وسخة. والله يا ادوس انت بتمسكني انا ليه بتمسكني انا ليه بتمسكني انا ليه بتمسكني انا وين حاطه انت؟ ايش فيه؟ ها نفسك والله نفسك والله. هذا ما حيطلع في القناة ثاني. ألف مبروك. تعال قول كلمة طيب تعال. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حنا مبروك التصبيط. أيوه حنا حتى أنت مو عشان خسرتوا. برضه والله شوف كفو والله قرب يعني عليك. أيوة اللي قال ما يقدر قرب. بس أسألك سؤال أنت بالذات، إيش الحرقة اللي عندك؟ إيش هذه؟ من فين تعلمتها يعني؟ أقلد واحد بس لا لمدة معنا يعني. إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ فيرس بيت. تحية لفيرس بيت، اتمنى ان انت تتابعنا يعني. المطعم اللي بعده. يلا. وكده وصلنا اخر مطعم بيتزا هات جدة، بس اليوم ما حناكل بيتزا نهائيا. اليوم عندنا تشيكن. تشيكن ايه؟ باستا. تشيكن باستا. تشيكن الفريدو باستا سوبريم ساندويتش باربيكيو تشيكن رولز ولازانيا. انا خالد. كيف حالك يا خالد؟ ايش اخبارك؟ طيبين؟ اسمك ساكن؟ خالد شوية يعني يستحي من الكاميرا شوية يعني زي ما انا كنت في اول القناة. يلا انا قلت له مرة عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتس طهمجة تايم. الله طهمجة تايم. يلا خش دوسة تايم. انا بصراحة حدوق دواقة بس مسوي ريجيم بصراحة. ها خمسة مطاعم يعني ما تقدر تسوقها اليوم اصلا. يا رباه الطعم ده الوحيد اللي ما تغير عنده صغير حتى ده. الحين سؤال يطرح نفسه، انت طول عمرك تابعنا من ورا الكاميرا دي. كيف نحن من قدام الكاميرا؟ كون صريح ورا. اديني في وجهي قول لي انت سلطان غلس عادي. اديني انطباعك عننا من ورا الكاميرا ومن قدام الكاميرا. قدام الكاميرا غير اخي، نفس التصرفات العفوية من كانت قدامه من خلف الكاميرا. الحمد لله نفس التصرفات. نورتنا يا حبيبي لنا الشرف يا قلبي. اسمع انت ايش جوالك؟ ايش معك جوال؟ اسلم سامسونج. اشوفه
يحب ال... لو قلت لك انا ابغاه محتاجه تديني هو ولا لا؟ بالضبط. والله؟ والله. كمل الباسورد فك الباب. ترى انا ما امزح. يا اخي والله الناس كلهم اللي جون اليوم اكيد اخذوا؟ والله؟ طب ليش 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 تديني جوال؟ ما تعرفني انت. كيف ما يعني ما تعرفني ما عاشرتني يعني. بس تعرفني اني مشهور، ليه تديني جوال؟ انت مشهور؟ كده يقول اتوثق حسابه يا جماعة. ايه اتوثق على انستغرام. مبروك. ربي تجيبوا لي تورتة، جيب كيك. في داني ولا لا؟ في داني ولا لا؟ يسويها. زوزو مجنون. شاري جديد. في داني ولا لا؟ لا لا ها؟ انت وكرمك صراحة. بالضبط. بدا تركي حبيبي كسر هنا ولا برا؟ بعد قدامه يعني ولا لا بعد 256 جيجا 11 برو كمل اكل حنا ملوك الطنجره ايش بك؟ ايه بدور مفدى والله يبدأ جواد جيب الجواد ألف ألف شكرا حبيبي ودي أعطوك قصيدة يقول بدأنا زي ما عودناكم ولقيناكم مصحصحين في جدة تجمعنا وفطرنا عند عادل في مطعم نيل وبعدها توجهنا لشيفس ملك البريسكت حب السنين سوينا لما وطهمجنا سوا من المنيو الجديد وما توقفنا وزي ما وعدناكم فضلنا مواصلين ذقنا السمك وتشاركنا وكل من شارك كان فايز اكيد وعلى السكة لقينا علاء عنبر ناصب لنا كمين اكلنا من المنيو اصناف مجنونة والطعم حقيقي فريد وقفلنا الطلب بالبيتزا عرفتوا وين وعند مين طبعا بيتزا هت القديم اللي دايما طالع بجديد جديد نوعدكم بدعمكم حنا حنبسطكم على مر السنين وكمان لا تنسوا على الانستغرام في 2 ايفون جديد مو بس المتابعين اللي شاركونا اليوم ان شاء الله حتنزل صورة حتشوفوها هنا 2 ايفون 1 برو ماكس 1 برو حيتوزع من اللايكات تدخل على الصوره وبس سووا لايك انا كنت شاعر ولي ساعه وسنين شاعر وهذا لا والله حكى اختار اختار صفقه لا هم انا لا هم في واحد متابعينك مو اهو قاعد نوصل طول اليوم انت فين انت طيب قاعد تاكل ليه قاعد تاكل هنا تاكل ببلاش وتفوز تاكل فوق ليه تعال خش معانا خش يلا تعال. تعال لو دخل حيفوز لو دخل حيفوز ولا لا انت لا تاخذ والله اديله هو يلا تعال والله اديله هو لا بس نسألك سؤال عشان تفوز هيا تعال والله اديه هو حاشتري لكم واحد ثاني دحين اول ما اخرج 2 ايفون برضو في الانستغرام من اللايكات على الصوره اللي حطيتها حبيبي كيف حالك ايش معك جوال انا معي الايفون ليش معك ايفون تبغى ايفون ما ايفون لابوك ابو كلب كرم ايش اسمك يا عمي؟ سامي بالبيت ونعم فيك على الزوج طب سؤال حبيبي زوجك ايش معاه جوال؟ برضه ايفون عيد ميلاده اشتريت لها اثنين عيد ميلاده اشتريت لها اثنين؟ وما اشتريت لها اثنين واحد لها يعني بنتك؟ هذه بنتي عندها عروسه لسه جديده يصير خلاص هي اللي تفوز بالايفون حقها خلاص؟ تستاهل بس عندنا سؤال تفضل انت تابعنا من زمان والله من زمان الله يديك العافيه والصحه ابعد عنك عيون الناس بس امين انا بدعواتكم هذا امشي الحين حتاكل ولا لا؟ بسم الله سمي بالله عجبك شوكة لا والله بشوكتك يا عمي يمكن عنده مرض والله بشوكتك يا ابوي انا ما اضمن نفسي لا تاكل من وراي انا امرض نفسي اسمع سلطان اما تبديل انت اخرج من القناة انا بتصور معاه دايوز تدوس معاه؟ ادوس مرة باذن الله طب انت ما تبغى السؤال تفضل ايش اعلى فيديو وصل مشاهدات في القناة عندنا؟ ما ادري هذا صعب ما ادري صح سؤال مرة صح والله انا حاضر امي وعارف اشوف انا والله اشوف انا معلم اشوف والله دائما والله العظيم مو عم فيش جوال ولا يا امي ما يحتاج يا امي والله ما يحتاج والله بداك معك وقت تاكل تخلص قبل ما تدوب الشمعه
وكده نكون وصلنا للختام يا جماعة الخير. نشكر بيتزا هات جدا لرعايته لهذا الفيديو، يعطيهم ألف عافية بصراحة. شكرا بيتزا هات جدا، شكرا عم بشار، شكرا للمتابعين، شكرا ليكم من جد، شكرا لكل اللي صار اليوم. لا. مرة انبسط لازم دي... لا من جد شكرا عم بشار. هنا علامة الاستفهام، إذا عجبتكم الفكرة قولولنا طبعا حنطورها شوية أكثر عشان نسويها المرة الجاية. لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر التنبيهات وانشروا الحلقة في كل مكان. كان معاكم سلطان وسيف خالد. انت عارف اسمك، انت كيف؟ شوفكم الحلقة الجاية في امان الله. مع السلامة. دقيقة اوبا كلبتو ما ادري ايش. اوبا سلامة. ترى ما ضربتك هذه الحلقة. ها؟ ما ضربتك. ما احنا خلاص نحكم بعض يا جو باب يا ابوي، ايش الحلقه دي؟